وصية بطلب العلم. طالب العلم تا وصيت. لابد أن نطلب العلم. لازم يخبرنا شباب وند علم طلبه. الطلب العلم ينقسم إلى قسمين. طلب العلم ده علم طلب في دو قسمة دي. فرض وسنة. فرض وسنة. الفرض هو الذي لابد أن تتعلم. فرض هذا ذي تياقين اللابودي ده خام خاغ بيادي. التوحيد. توحيد شو؟ أركان الإسلام. الإسلام أركان شو؟ الإيمان. إيمان. الإحسان. الإحسان. كيف تصلي؟ زنجب أبونسك. يأتي شهر رمضان كيف تصوم؟ ده رمضان بيأشر عزيز رجب سنجب. تريد تذهب للحج لابد تتعلم الحج. حج تزيد لازم خبرت حج أحكام يد. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوارد شوي دي دير زياد نصيحات جكرة دي غب علم باندي كرة. الإنسان يرتفع بعلم. إنسان بعلم باندي وشتيه. قيمة الإنسان بما يتقن. ده إنسان قيمة بدي باندي دي تسبكي دي أنه علم. ولابد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمها الناس. هم دارن لازم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يادك وخلقه دي وخايو. كل واحد منا سيسأل يوم القيامة. ممكن إذا حد يوم بدي قيامات ورز تبوسكي. يسأل الله سبحانه وتعالى. الله رب العالمين بتبوسكي. هل النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة؟ آية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة. نصح الأمة. أمت نصيحت كده ده. بلغ. خلقه ده تبليغ رسوله ده. جاهد في الله حق جهاده. ده الله بلارك حق جهاد كده ده. بماذا تجيب؟ تقول نعم. تقول سجواب بركي. تقول أو بالكل. يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذا، هل تعلمناه؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمناه؟ الله بده مونږ نه تبوس کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وړي هغه مونږ یاد کړی دي. هل عملنا به؟ مونږ عمل کړی دي. هل دعونا الیه؟ مونږ هغه طرف ته دعوت کړی دي. هل صبرنا على العلم؟ آیا مونږ علم حاصلولو باندې صبر کړی دي؟ صبرنا على العمل؟ عمل کولو کې صبر کړی دي. صبرنا على الدعوه؟ دعوت کې صبر کړی دي. ستسأل. د دې تبوس بکیږي. فاعمل الان قبل ان تسأل ولا تجيب. نو د اوسنا عمل شروك مخكد دينا شي سوال دنا وشي وجواب نشي وركو. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. الله رب العالمين نزال وطول وسلمان دبار التوفيق وارو، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام.